هنروح لموضوع آخر أو تقرير آخر. هنتابع مع بعض فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية ضمن خطة وصول العدالة الثقافية لكل المحافظات. بمزيج بين الإبداع المعاصر وعبقرية التاريخ، تستمر دار الأوبرا المصرية في تنفيذ خطتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وترسيخ دور القوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الإنسان. وتأتي الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء للتأكيد على تضافر جهود المؤسسات الوطنية لنشر الوعي السياحي والارتقاء بالوجدان ونشر الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر. ترسيخ القوى الناعمة وإظهارها بالشكل اللائق لها. لما طفل صغير بيجي يشوف الحفلات دهيت قد ايه هو بيبقى سعيد، قد ايه بيطلع سوي، بيطلع كويس. لو شباب بيشوفوا دوت بيحسوا برضك ان الامور ما فيهاش تعقيد، اللي هو الناس بتقعد تعقدوا لهم او الاخرين بيعقدوا لهم. انا شايف ان ده طبعا موضوع كويس جدا، واحنا كدار اوبرا بنساهم دايما في كل ما هو لصالح المواطن بشكل عام. الفكرة العبقرية اللي اطلق رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، فكرة حياة كريمة دي احنا مشاركين فيها وبنقدم فيها كل اللي نقدر نقدمه. المسارح المتنقلة مشاركين فيها، المهرجانات اللي بتقدم في صعيد مصر وبعد كده هتتقدم في شمال مصر وفي كل بقاع مصر برضك مشاركين فيها وسعداء بالمشاركة فيها. وبالمناسبة كل الفنانين اللي بيجوا بيبقوا سعداء جدا بالمشاركة، وفي فنانين كتير جدا بيكلموني ويقولوا لي طب احنا عايزين نشارك في الايام الجاية، عايزين نشارك. الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، والذي يستمر على مدار 3 أيام، يحمل في طياته رسائل عديدة تدعم معركة الثقافة ضد الابتزال والتعصب، ويؤكد استمرار التميز المصري عبر العصور. احنا سعداء ان احنا موجودين ما بين اهلنا في محافظة سوهاج، بننفذ اول مهرجان بتستحدثه وزارة الثقافة المصرية في معبد أبيدوس بالتعاون طبعا مع وزارة السياحة والاثار وايضا مع محافظة سوهاج. يمكن من ايام قليلة احنا في خلال اسبوعين يعني وزارة الثقافة نفذت ونظمت 3 احتفاليات في صعيد مصر متواصلين. اولهم كانت احتفالية التعامد في معبد ابو سمبل في محافظة اسوان، ثم الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء في محافظة قنا، ثم أتينا إلى سوهاج لأول مرة فعاليات وأنشطة متنوعة في محافظة سوهاج. يمكن إحنا لو بنتكلم عن مهرجان أبيدوس الأول دورة لي في محافظة سوهاج، ولكن من أيام قليلة كان في أيضا مؤتمر الأدباء كان موجود تستضيفه محافظة سوهاج وخرج بالعديد من التوصيات الهامة جدا. كل الأنشطة والفعاليات الثقافية دي بتسري الحياة الثقافية والشارع الثقافي في صعيد مصر، وخاصة إن صعيد مصر متميز حقيقي بالمثقفين والمبدعين، وخرج منه مبدعين ومصر خرج منها مبدعين كتير جدا من جميع محافظات الصعيد. إذن استراتيجية هامة لوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لنقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية، بما يحقق المزج بين الإبداع المعاصر وعبقرية التاريخ. مع تراجع انتشار فيروس كورونا احنا شايفين انتعاشة كده في الحفلات، وشايفين كمان ان دار الأوبرا المصرية منطلقة في المحافظات المختلفة بحيث انها بالذات في محافظات الصعيد بحيث انها تنشر الثقافة زي ما بنقول توزيع عادل للثقافة المصرية. شفنا مع بعض مهرجان دندرة الأسبوع اللي فات اللي يمكن حضروا أكتر من 7000 مواطن من قنا، وشفنا مع بعض نجوم كانت أول مرة تروح قنا وعشان كده حصل لهم يعني إقبال شديد جدا. امبارح بقى بنشوف مع بعض مهرجان أبيدوس اللي برضو حصل فيه يعني إقبال شديد جدا من الجماهير، وشفناه في سوهاج. أعتقد أن دي خطة بتنتهجها وزارة الثقافة لنشر الفن في مختلف المحافظات أو إعادته، لأنه مش يعني بالفعل كان منتشر. صحيح أنه يصل إلى محافظات الصعيد اللي مليئة الحقيقة بالثقافيين والتنويريين. محافظات الصعيد كانت لفترة من الفترات فعلا محرومة من حاجات كتير، وكانت محرومة ثقافيا، واحنا عارفين دور الفن والثقافة في بناء الإنسان، فده توجه الدولة شغال عليه خلال الفترة اللي فاتت. زي ما منى كانت بتقول مهرجان دندرة كان الأسبوع اللي فات في نسخته التانية، ولو نفتكر
نسخته الاولى اللي كانت في عام 2020 طبعا 2021 بسبب كورونا كان الحضور كان وصل ل 3000 فقط، فاحنا دلوقتي تجاوزنا ال 7000، فده برضو مؤشر على نجاح هذا المهرجان. شفنا مهرجان ابي دوس، وكل هذه المهرجانات من شانها ان هي تروج لمصر حضاريا من خلال طبعا وجود هذه الفعاليات الفنيه، وجود هذه الكوكبه الكبيره من النجوم في محافظات الصعيد للترويج للوجه الحضاري والثقافي لمصر.